صباح الخير على مكتب تاكسي الأمان وسواق الأبطال. ها سنان، هاي انت شو مسوي بشواربك مال عقيد؟ ايه ها سنان مسوي شواربك شوارب العقيد، شلون طولت هيك؟ والله حج نعمان اني كل يوم الصبح ادهنها بزيت الخروع واهتم بيها وادلكها وصارت هالشكل مثل شوارب العقيد. لايقت لي مو؟ اكيد لايقت لي. شنو لايقت لك؟ لك تخبل كلش حلوه، وانا هم اريد اسوي شواربي هيجي مال شوارب العقيد. ايه واني هم قبل كان عندي شوارب بس ما قال زين وزينت. ايه وصف استاذ، واكو رجال يسمع كلام مرته ويزين شواربه شلون زلم هاي؟ ايه ايه الرجال لازم عنده شوارب. دوقف عيني اوقف، يعني هسه اني مره؟ حش السامع، مو عليك اخوي نوري، انا بس هيك يعني معنى الكلام الرجال لازم يصير عنده شوارب. لا استاذ نعمان لا تزعل مني، انا ما اتفق وياك بهالشي، طبعا يصير رجال بلا شوارب، وعلى فكره الشوارب ما حلوه. ها شلون مو حلوه؟ اصلا حالات الرجال بشواربه. لا مو شرط شوارب. ما يصير. يصير استاذ نعمان. انا قلت ما يصير. يصير 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 وكلش حلو هم. لا اقول ما يصير. دقيقه اخوان، اذا حج نعمان يقول ما يصير يعني ما يصير. ها والله عمي نوري يعني لا تلومني، بس ترى الرجال اللي ما عنده شوارب مو رجال. اشويك تباون علي عبك شايفين شبح لك سنان؟ شو بسوي شواربك؟ شو اسوي حج نعمان؟ سويت مثل شوار اخويا. كنت تدور على هاي شواربي؟ هذه شواربي. شبيهن شبيهن ذني شواربي، ها شبيه حلوه مو شواربي. شنو سنان انت مزين شواربك ابني؟ انا ابد ما زين عمي نوري، وليش دا زين شواربي؟ بس وقعت بفخ عمتي، انا دائما يوميا الصبح ادهن شواربي بدهن الخروع حتى يطولن واسويها مثل شوارب العقيد، حلوه وثخينه، بس عمتي رايحه مفرغه الدهن ومخليه بمكانه كريم مزيل الشعر. دهن الخروع راح شواربك يا العقيد ولاصت عليك فت مره. لا تشياقه يا عمي لا تشياقه، والله اني خجلان احس نفسي ملابس هدوم. سنان انت ما عليك من ذوله، انت هيجي طالع احلى بهوايه. صدق؟ طبعا صدق. هيج؟ ايه هيج احلى. لا مو هيج. هيج؟ ايه عافية. شلون حلو طالع؟ ها والله طالع دجاجة منتوفة. والله اخويا صرت مثل الدجاجة المنتوفة. ولي منا. الو تفضلوا. طبعا عيني. طيني العنوان. تمام حبيبي هسي يجيكم. نعمان شعره رقم 46. يلا حبيبي. هسا اروح اخويا نوري. يلا في مال لا اخوان. طالع كيكة. انت ما عليك من ذولا سنان حبيبي.